يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالصحابة وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وقف عن يسار أبي بكر وصلى بالصحابة، سؤاله: هل يؤخذ من هذا أنه يجوز فعل ذلك من الإمام الراتب، أم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز فعل هذا من الإمام الراتب، نعم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة. نعم.